في لفتة إنسانية مفعمة بالتراحم والاعتراف بالجميل وبالتنسيق بين جمعية بسمة النعيم وجمعية العزيمة ومستشفى رويبة، نظم بالساحة العمومية وسط المدينة حفل تكريم لعمال النظافة والأمن لقطاع الصحة، وكذا توزيع كراسي ومستلزمات لذوي الاحتياجات الخاصة. هذا الشيء فرحنا كثير، احنا على بالنا باللي الكفاح ضد الوباء مازال مستمر، هذا الطاقم الطبي كان في المواجهة دائما ومازال اليوم يواجه هذا الوباء تعب، وباش نحفزوه يعني امور كيما هذه راح اكيد راح تزيد من التحفيز تاع هذا الطاقم الطبي باش يوصل الكفاح ديالو ضد هذا الوباء اللي ان شاء الله ربي يرفدوا علينا. المبادره تاع اليوم هي لاباز تاعها هي باش نكرموا ونتفكروا لي زاجون سيكوريتي ولي فام دو ميناج تاع المقاطعه تاع الصحه تاع رويبه، تقديرا وشكرا للمجهودات اللي داروها، وماذا بيا ما تكونش المبادره الاولى من جمعيه تاعنا تكون من جمعيات واحد اخرين اللي نتفكروا الفئات المهمشين في المجتمع تاعنا. درنا مبادره مع مستشفى رويبه تبرع بالدم، زائد نكرموا العمال تاعهم تاع الاطباء ويعني العمال تاع المستشفى. الاعتراف والتكريم أسعد العمال وذوي الاحتياجات الخاصة، لكن أملهم الأول هو احترام التباعد والحجر، لأن التعب والسهر وقلة الحال ثالوث تصعب مواجهته. نشكرهم على هذه الدعوة، وكما نقول لك احنا فرحانين بمساعدات كراسي متحركة، بو يعطيهم الصحة ومزيد إن شاء الله من كما نقول لك نتمنى لها النجاح ومواصلة على هذا المنوال، يعطيكم الصحة. نخدم أجر سيكيريتي ونتعاونوا على حمل المرضى، نتعاونوا كامل احنا والطب وان شاء الله ولي زانفيرميير، ونطلبوا ان شاء الله يعني من الشعب هذا ويدوعي يروحوا مليح مليح. نشكروا هذه الجمعيه هذه اللي كرمتنا اليوم، وراهي ان شاء الله تزيد لنا معنويات اكثر واكثر، ونطلبوا من الشعب ان شاء الله يتوعى اكثر واكثر. حبيت نوصي حاجه للشعب الجزائري، قولوا احنا يا بلي والله غير انا عينا تعبنا بزاف، يعني هذه ربع شهور وحنا غير نجبدوا، يعني يعاونونا شويه يا اخي، يخرجوا غير للضروره القصوى. نتمنوا يعني الشعب يعني الشعب الجزائري ما يتقلقش وما يخافش، والضمر هذا يروح ان شاء الله، وماذا بينا السلطات المعنيه تعاوننا، نتمنى مثلا من الوزاره تعاوننا ايضا. الاعتراف بالجميل وتكريم الجيش الابيض والاعوان وعمال النظافه وكل القائمين على مواجهه الوباء لا يحد من مخاطره، لان حرص المواطن هو الدواء الحقيقي.